واليوم اللي بيجي يكون تحدي الأكل. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير إشعارات ويلا بلش. فكرة الفيديو هي إن راح يكون في قدامنا صحن مغطى بإشي حيكون في جواته زي نوع من أنواع الأكل، وبعدين إحنا يا أما راح نلعقه أو نقدمه أو لا شيء، يعني ما بطلعنا ولا شيء. يعني مثلا هون إجانا صحن عليه مثلا إشي من أنواع الأكل مثلا شيبس، لازم أنا إذا طلع لي قدم رح أقدمه تاكله روان ألحق العقه ميرا ولا شيء. جايز هتفهم الفيديو لكم ما تشوفوا الآخر، وصل الفيديو لمية 150,000 لايك ويلا نبلش. أوكي حنبلش بأول جولة يلا. رح يكون في الأوراق هدول رح يكونوا موجودين بثلاث ظروف مسكرين. اوكي كل واحدة حتسحب ظرف. خايفة. اوكي اللي بيطلع لها داخل الظرف رح تعمله للأكل اللي رح يتقدم لها. يعني أول شيء رح نفتحه ولا ناخد؟ هلا رح نجيب الظرف بعدين يجيب الظرف بعدين تشوفيه. أيوه. خلينا نبدأ بالجولة الأولى. يلا يلا. أنا خايفة كثير. اوكي هلا ما رح تعطينا الظروف بس ممنوع نفتحهم. عندي هون ثلاث ظروف، كل واحدة فيكم رح تختار واحد من هلا، بس ما تفتحوهم. واحنا نعبيهم صح؟ لا لا احنا اصلا في جواتهم هذول الشرح. هذول عشان نشرح لهم. انا بقول خليني اخذ لشيء احطه جوا هلا. راح احط ثلاث ظروف هون، راح كل وحده تسحب بس ما تفتحوهم هلا. اوكي. ليش اخر وحده باخذها؟ اه اشوفه كنت. لا ما تفتحوه هلا. يا الله. لما يجي الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم. لما يجي الصحن حتفتحوا الظرف، اوكي؟ هي ادعيها. يلا استنوا نصيبكم شو حيجي بالجوله الاولى. مش مبين ليش؟ يمكن تقولي لا شيء ويطلع لك شيء زاكي ريان. يا رب. عرفتي؟ بس ميرا. آه. شو هذا؟ يا. أنا شايف شكله. صح. شو هذا؟ الجولة الأولى إجت. شو هذا؟ أوكي خلينا نشوف. قدم. لا شيء. لا. قدم. افتحوا ال. لا. ليش لا شيء؟ ما احلى هالكيكه. هلا هاي الكيكه ريان رح تقطم منها قطمه، وروان ما رح تقرب عليها، وانا ميرا رح تلحس من طرفها لان تعضيها وتبين جواتها. اوكي يلا. حاسه بالجهه الثانيه. قولي صار صرت البيسس. صرتي تشبه البيسس. يلا يلا نفسي واحدة هيك من جهة ثانية هيك بس هيك هيك بس أي شيء لازم يجي عطمك. يعني ما يجي ولا شيء أخر. خلص بس هيك لحظة. شو كيف ريان سوى شكلها؟ ما يجي ولا شيء عطمي. الكيكة كانت كثير 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 طيبة، وبعد الفيديو أكيد حنروح كلنا نهجم عليها لأنها كثير طيبة. ريان كان حظها حلو بهذه الجولة. قبل روان حظها مش حلو. اسمعي ماما أنا قبل ما يطلع لي الكيك كنا عم بدعي يا رب يا رب يا رب ما يطلع لي لا أقدم ولا العقي. هلا عن جد حبيته كثير. هلا يلا هاي الجولة الله يستر. هلا الجولة الثانية ويلا. هلا رح نختار الظروف. أنا خايفة مش كم مرة. الظرف خليه قدامكم ما تفتحوه على بين ما تيجي الجولة الثانية. ماما لو تحبينها ما تعطيني شيء سيء. أنا زي زيكم ورا الكاميرا، بابا حيجيب الأشياء. رح نحط لكم التيك توك تاعي أنا وميرا وريان تحت بصندوق الوصف. وكمان رغد. وإجت الجولة الثانية. لا 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 تقولوا أي شيء بس خلينا نشوف أول. ياي نفسي. قدم. لا شيء. بس شوي بلسانك روان. فرحانة بلعب. انا والله هيك
اسمع معك معضة. ما حطت شيء في الغاشة. ماما ماما لو سمحتي خلاص بس هيك. بابا الشرير. انتي انتي عضي. ليش ميرا ولا اشي حظها حلو. ماما سيتذكر بليز هيك هذا. قبل الفيديو انا حاسة في شي ناي عشان بابا كان يغسله. عادي جيبوهي هون بزغل. عادي الله يمكن يكون فواكه. عضي طول اليوم. ماما تبي تعرف انه في اخطبوط؟ ايوه. يا ريان جايز هاي اسوأ جولة سويتها بحياتي. كمان بعد ما ريان انا حظي بكيت. يلا نروح على الجولة الثالثة. قبل ما تعضوا بكيت حتى. جايز والله هالمرة عن جد اذا وصلتوا هاي الفيديو 200,000 لايك اعمل لك قبل وان ما تنساها لاخر عمر. نحط لها يمكن هذا الاخطبوط في سريع. لا ايوه ححطه بالمسبح. وصلوا 200,000. بدكم جولة ثانية او شيء؟ يلا نروح على الجولة الثالثة. يلا احنا جولة ثانية صح؟ يا رب ما يطلع لي اقطم كمان مرة. لهلا طلعت لي مرتين اقطم. قبل ما نروح على الجولة الثالثة. يلا اختاروا يلا حخربط الورق. انا دايما وحدة بختار ليش اخر وحدة. صح هلا الجولة الثالثة وجه الصحن افتحوا الورق. والله كيف الصينيين بياكلوا. لا شيء قطم. لا شيء. انا بضل اكلها دايما فوق خمس حبات. قطم. ما طلع لي لعق. ريان بتحب الليمون اصلا انبسطت. الحمد لله ما طلع لي. انا طلع لي قطم انا اصلا بحبه يعني. انا لا احس ولا قطم. انت لا طلع لك شيء؟ بس احس الاخصبوط. جبت شعور. او ماي جاد. بس انا خلي يعني منيح يعني. هاي حلوة الجولة ها. يلا جولة ثانية. انا ما شفت شيء هيك حلو. والله انا بدي اعرف شفت جاز الناس سنين هيك. على الكيك لا شيء على الاخطبوط الحس وهلا لا شيء على الليمون. انا طلع لهم مدلاتة. بس انت هاي تروي الاخطبوط. انا طلع لهم مدلاتة. يلا على الجولة اللي بعد. حخربط حخربط الكروت. لحظة دايما ريان تختار اخر واحدة. هلا افتحوا. هاي الصحن. هاي الصحن. لا شيء. لعق قطم. لعق مرتين ورا بعض لا شيء. شو خسر ماما؟ شو بدي لعق هذا؟ انا بدي اكله اكله. انا ثلاث مرات لا شيء ومره واحده لعق. بل شوفي على لسانك ريان. اوكي جايز انا هلا بدي العق وحده بدي اكسرها. والله يعني هالمره حكي. انا ثلاث مرات لا شيء. مشكله انا قطع. بدي قطع. حظك روان حلو. شو اسوي؟ خير طالع على عيني. خلاص احسدي الحسين بس خلاص بس. الحسين ما احلى. ثاني ثاني مين راح تقطمي اطمئنه؟ لازم تقطمي نصه مش نصه. اوف كيف انا احس ماما الثاني عم يحترق. بس هي بتاخذ التحت اللي اصلا اللي عادي ما لها طعم. لازم تاخذي من الحب اللي جواته. يلا عادي بس يلا اطمئن. خلاص اطمئن اطمئن. كيف انا عم بفكر انا احلى الحس هيك ما يعمل. جايز حدا اكلها؟ كمان واحد طيب تمام. ماما اكلها اكل طرفها هيك. خلص حار والله حار. اوكي خلص ميرا عطت. اوكي في جولات مميتة ثانية ولا لسه؟ ماما الله واعي ماما بدي يطلع لي اقطم والحس باشياء حلوة بس. انا طلع لي كل الاشياء بس قطم طلع لي. انا دقت الحلو دقت اللي مش حلو. لا انا ثلاث مرات لا شيء مرة واحدة لعق الاخطبوط الحلو. انا شو الاشياء المقرفة طلع لي؟ انت اصلا شو طلع لي؟ شو طلع لي؟ هلا الجولة الخامسة. خمسة يلا اختاروا الكروت. عادي تشوفوا ماما. لا عادي استنى صحن. انا بس حطيت له ورقه. ماما اوكي اجا يلا افتحي. ايش شو يعني؟ افتح. لا شيء قطم. لعق قطم. يلا بوصه بوصه. انا محظوظه. انا لعق. ريان لا شيء. عادي اصلا البوزه ما تفرقش. ريان حظك اليوم سيء. كل انسان له فرصه الحياه. وهي البوزه انت جبتيها. يلا هي بوزه رح اكلها. ماما كم جوله باقي؟ كم جوله باقي؟ واحده؟ واحده خليك كمان زاكيه؟ روان في الخانة حلو بعد الاخطبوط. انا هتحليت انا تحليت مي. ريان ما الجوله اللي بعدها وبعد هاي عندي كمان وحده. ليش انا الاخيره يعني حرام. لا تحكي لا تحكي شو تبعتي اول. لا تحكي 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 لا تحكي
لشاي حظكرا يعني ميرا بس هيك ايوه لا بالكيتش نفس الشيء انا فكرت صوص من كائنات الكائنات الحيه اكل كليها في صحن لازم هيك تاكل لا ما حاكل عادي لو جوز زي ما انا سويت بالكيكه ايوه طيب بس مين انا محظوظه حاكل شيء بس وان بدنا نشوف نزل هاي هيك نزل راسك حبيبي فكرت زي بينز او هيك ايوه ما اكلت شيء اكلت No. لا لا انت حطي كله اوه اكلت كثير ولا اكلت شوي من فوق كثير اعطيني هلا ما بصير هيك سوت ما بصير لازم احسي هيك كله مش كل هذا هيك هيك لازم كله هيك كله هناك لا تنحسيه لحس شو ما سويت شيء ما سويت شيء يعني رشاشة صغيرة خلينا نخليها عادي يلا تعال 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 شوفوا شوفوا اوكي اوكي جاي سويتها الجوله الاخيره اقسم بالله لو ايش تعرفوا وهي الصحن شو والله كنت دمت على هالورقه لا شيء لا شيء يي اوكي انا بلش انا بلش وقت انا لعب حلحس ما طلع الكم مش كله مش كله اوكي بيتزا مش كله بليز مش كله اوكي اوكي لا 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 خليها تقطم اول انا حلعق زيت يعني ايوه عم مش حرام عليكي ريان روان حلعق زيت يعني هيك بسيب يعني من طرف وهذا كان فيديو اليوم اذا حبيتوا تنسوا اللايك وبصوا هذا الفيديو ل 200 الف لايك إذا وصل ل 200 ألف لايك حنعمل جزء ثاني وأشياء أقوى من الأكتوبس وأشياء كثير كثير لا تنسوا السبسكرايب وكومنت شير إشعارات و باي.